الصفقات الجديدة اللي زمالك أبرمها في الميركاتو الشتوي، أسماء كبيرة طبعا، يحتاجوا انسجام مع اللعيبة القدامى ولا ياخدوا وقت، ولا لا خبرتهم تخلي وأساميهم الكبيرة مخليهم معديين المرحلة دي؟ يعني احنا خلينا نتكلم ان احنا اللعيبه اللي جايبينها الاخيره ديت لعيبه على المستوى المهاري والمستوى الفردي لعيبه كويسه. حته الانسجام هتيجي تبص هتلاقي مثلا في لعيبه كبيره مش محتاجه ان هي تنسجم مع الفرقه لانها لعيبه خبرات جايه زي عبد الله السعيد وزي ناصر ماهر، فلعيبه غير اللعيبه اللي هي الصغيره مثلا اذا كان مهاب ياسر ولا مثلا محمد عاطف، دي لعيبه صغيره وشحاته. وبالمناسبه شحاته يعني هنتكلم فيه بعدين، ولكن اللعيبه اللي جايه دي اكيد لعيبه صغيره محتاجه ان هي طبعا تدخل جوه الفرقه، واللعيبه الكبيره بيبقى ليها دور اذا كان مثلا محمود علاء ولا اذا كان شيكابالا ولا زيزو، الناس دي لان الولاد دول كانوا بيلعبوا في اجواء غير الاجواء اللي موجوده في نادي الزمالك. نادي الزمالك لما بتنزل الاستاد وتشوف الجمهور وتلعب غير لما بتنزل في اي مكان تاني وتلعب خالص. نادي الزمالك نادي كبير، نادي مختلف عن اي نادي من الناحيه الجماهيريه، من الناحيه الاعلاميه، من الناحيه الاداريه، من كل حاجه. نادي الزمالك اي حد بيلعب فيه لازم يبقى مطالب ان هو بقدر المكانه بتاعت نادي الزمالك. فاللعيبه دي اكيد اللي هي اللي جايه لعيبه كلها عناصر. وانا بالمناسبه حتى وانا يعني في نادي بروكسي وبنلعب طنطا، فمتابع محمد عاطف ده كويس جدا جدا يعني، ولد لعيب كويس جدا، ومهاب ياسر ده من اللعيبه برده كويسه. ولكن الولاد دولت اكيد مع المدير الفني اللي موجود ده هيكتشف الولاد دولت زي ما انت قلت. زياد كمال مصاب، هو زياد زي ما انت قلت من شويه، اكيد المدير الفني ده هيبقى عارف الولاد دول هيلعبوا امتى وهيديهم في الوقت المناسب، وهيقدر يخرج منهم ازاي ان هم يقدروا يفيدوا نادي الزمالك. لان هم جايين بعنايه وجايين بشكل كويس، ولاعيبه كويسه، لعيبه صغيره في السن لسه. ده ميزه اللعيبه الصغيره في السن كمان معاك بقى مع الوقت، وده اللي احنا كنا بنفتقده الفتره دي. حتى لما جينا النهارده احنا نجيب لعيبه، نجيب عبد الله السعيد، ولا احنا عارفين عبد الله السعيد وقته في نادي الزمالك قد ايه، ولكن دوره موجود جوه نادي الزمالك، دوره موجود طبعا. جوه اوضه اللبس، بره الملعب، لعيب كبير. احنا كنا الفتره اللي فاتت دي محتاجين لعيبه خبرات. مساله الوقت والكلام ده ما بقاش معترف بيها مؤخرا، يعني السن ده مجرد رقم. احنا شايفين عبد الله السعيد ومعانا عبد الشافي نفس الكلام، وشيكابالا كلهم بجد مقدمين بشكل كويس جدا، ما تقدرش ما تعتمدش عليهم، بيلعبوا اساسي كده كده. فانت اصلا حتى ما تحسش ان عبد الله السعيد وهو بيلعب قدام الاسماعيلي بتحسش ان هو لاعب جديد، وبيلعب بقاله 90 دقيقة. ولكن طبعا عبد الله السعيد ده من اللعيبه اللي اكيد بتدي ثقه وبتدي حماس للعيبه جوه الملعب وبره الملعب. انا لما بنزل لماها جوه الملعب كده واحس ان انا على يميني شيكابالا وعلى شمالي عبد الله السعيد وقدامي زيزو ومعايا عمر جابر، انا الفرقه اللي قدامي بتحس ان اللعيبه لا نازل قدام لعيبه سكواد كبير واسماء كبيره. غير لما بيبقى برضو اللعيبه اللي احنا جايبينها ديت الصغيره اكيد هيحتاجوا وقت، وهيحتاجوا ان الجمهور لازم يصبر عليهم كمان، عشان خاطر دول هم اللي جايين، ودول هم اللي احنا في الفتره اللي فاتت دي مجلس الاداره في التوقيت ده يعني كان هم دومت اللعيبه اللي على الساحه في الوقت ده. صح. ومجلس اداره كان بيجيب اللعيبه اللي في الوقت دوت عشان خاطر يقوي الفرقه. ونادي الزمالك طبعا انا قلت لك يمكن في حلقه سابقه قبل كده، نادي الزمالك من بدايه الموسم الجاي هتلاقيه في شكل مختلف، هتلاقي الامور مختلفه. والسنه دي ان شاء الله باذن الله يعني احنا اكيد بننافس على بطوله الكونفدراليه طبعا، واكيد في ان شاء الله بطوله الكاس يوم 8 مارس.